مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ الحلقة بتاعت النهاردة عن موضوع مهم جدا، ده هو الـ FMC او الفلايت مانجمنت كمبيوتر، وازاي ان احنا نكتب فيه خطة الرحلة بتاعتنا، او ان احنا ما نطولش عشان نعرف نحمل الفيديو. الشاشة اللي حضرتك بتتعامل منها اللي هي دي، اوكي، الحروف بتاعتها مش كويرتي زي الكيبورد، مترتبة من A لغاية واي لغاية زد بالترتيب العادي A B C D E. اللي يهمنا منها دلوقتي ان احنا طبعا فيها في وظائف كتير لل FMC، بس اللي يهمنا في الحلقة دي ان احنا نكتب فيه برنامج الرحلة. احنا هنفترض ان احنا رحلة لشرم الشيخ، هنستعمل اتنين ويب سايت مهمين جدا. اول واحد اللي هو سكاي فيكتور، اللي هو ده لو هنطير لشرم الشيخ مثلا من القاهرة، ادي القاهرة، وهناخد الطريق ده اللي هو مينلي سيسك عند كاترين دلنا شرم. هنكتب نفس الكلام ده، هنبدأ ان احنا في مطار. اول ما بتفتح بيقول لك ان في الناف داتا اوت اوف ديت، ماشي، دلوقتي انت على اس بوزيشن من وقته، هنقول او ناف داتا اوت اوف ديت، هنقول له نحن الايكو تشارلي الفا لغة القاهرة، وروح اوتيل ايكو سيرا هوتيل اللي هو مطار شرم الشيخ، تمام. هنيجي بعد كده الصفحة اللي بعدها، نبتدي نقول له بقى احنا هنمشي منين. نجيب تاني هنمشي منين، احنا هنمشي اهو دايركت مينلي. بعد كده ده نوفمبر 697، وبعدين فيكتور 603، وبعد كده ويسكي 611. يعني نقول دلوقتي دايركت مينلي، مينلي، ونجيب تاني السايت اهو، وبعدين مينلي نوفمبر 697، نوفمبر 697، وبعدين فيكتور 603، فيكتور 603. خد بالنا ان هو لوحده عرف ان التقاطع هيبقى في نقطة اسمها سيسك. هي دي الحكايه، دي مفيده انك مش شرط تبقى دي رحله قصيره بتاعه شرم، احيانا بيبقى الروت طويل جدا زي الفا 727 ده مثلا، فلما تيجي تقول له الفا 727 وهتقول له، او يا اما تقول له النقطه اللي هتقف عندها، يا اما تقول له الايرواي التاني، وهو هيجيب لك النقطه بتاعه التقاطع. الحاله بتاعتنا هو جابها اهو ساسك. بعد كده هنيجي نقول له ويسكي 611، برضه هو جاب التقاطع لوحده، ده سو اللي هي فوق سانت هيدلنا، دلنا دي اللي هي فوق دهب. بعدين هنعمل حاجة مهمة، أما نيجي ننزل هنا بقى يجي دور السايت التاني اللي هو السايت ده. دوت احنا كل اللي بنعمله ان احنا نقول له ان احنا خارجين من المطار الفلاني رايحين المطار الفلاني، وهو بيقول لك كل حاجة، يعني هو بيحسب لك الفيول قد ايه والكلام ده كله. هنيجي للكلام ده، بس الأول هناخد الفلايت بلان اهي. هو هنا بيقول لك انت هتطلع من اوتيل ايكو تشارلي الفا لمطار القاهره رن واي 23 ليفت، ف دايركت ديبارتشر، القاهره ما فيهوش سيدو وستار فالدنيا سهله. ارايفل، ارايفل، نجيب الويب سايت، وهنا عامل الارايفل دايركت، بس احنا مش عايزين دايركت، عايزين ارايفل. احنا من الفلايت بلان قدرنا نعرف ان احنا ان نقدر نعرف منها اتجاه الريح والفيول والكلام ده يجي وقته، بس الاول الفلايت بلان والله نعمل حلقة مخصوص عن ازاي نقرا الفلايت بلان ونستعمل الحاجات دي معناها ايه. احنا عايزين ننزل من دلنا، فاحنا ننزل دلنا، عايزين نشهر جلايد سلوب عشان البايلوت يتبعه لغاية لغاية اللاندنج، تمام. نيجي نبص بقى احنا عملنا ايه كده، نلاقي دلنا كده اوكي. طيب نبص بقى عشان نتأكد ان مفيش discontinuity،
لسه مش هنكتفيت دلوقتي، نرجع تاني بقى للسايت اللي هو ده عشان يقول احنا محتاجين ان احنا نستهلك، محتاجين ان احنا نستهلك 5 طن 149 كيلو في القاهرة لغاية شرم. الالترناتيف بتاعنا اللي هو الغردقة هنبقى محتاجين 1257، حوالي 2 طن. يجي بقى هنا في البرفورمانس منيو اف ام اكس برفورمانس، يجي نقول له ان الجروس ويت بتاع الطيارة، طبعا هنكون حاطين كمية الجاز اللي احنا اتفقنا عليها اللي مكتوبة في الفلايت بلان، وان الريزيرفز بتاعتنا اتفقنا انها هتبقى 2. الكوست اندكس هو هيقوله لك، بس الكوست اندكس دوت بسرعه كده، لو انت كل ما الرقم ده يكبر كل ما السرعه تزيد، سوري كل الرقم ده ما يقل كل ما السرعه تزيد. فالرحلات الطويله ما بنحبش ان السرعه تزيد قوي عشان الجاز، ما عشان استهلاك الجاز، فده رحله قصيره فهتلاقي الرقم صغير يعني، او 17 من 1 لغايه اوكي الاول الريزرفز 2، كوست اندكس 17 دايت، عشان هو هنا حسب لنا انه 27900 هو احسن حاجة، بس احنا غالبا هنطلع على 27000 عشان نقدر نعرف من الفلايت بلان توب اوف كلايمب 27000 فلايت ليفل 270 270، ادي فلايت ليفل التاني. برضو في العادي لما تكون رحلة طويلة بتيجي عند التوب اوف كلايمب وتاخد اتجاه الريح اللي هو هنا 271 على 083، بس دي قصيرة فاحنا هناخد الافريج اللي هو بيبقى موجود فوق، average wind 275 على 057، نقول له 275 على 057 عايز ديفيشن اللي هو فرق درجة الحرارة عن درجة الحرارة الستاندرد اللي هي 15، الحالة بتاعتنا دي 0 لأن الحرارة دلوقتي 15. لأنه هون ليميت، عشان لو دوست ال N1 ليميت ده اللي هو اقصى حاجه الموتور هيقدر يطلعها عشان ما يعملش هوسه، عشان النويز ابيتمنت، في نفس الوقت عشان نحافظ على المحركات، وفي نفس الوقت عشان ما تستهلكش جاز كتير. الاوتسايد اير تمبريتشر اتحسبت اوتوماتيك، هي دلوقتي 14، هناخد دايما كلايم 1 اللي هي الوسطانيه، هيقدر يحسب لنا كده التيك اوف سبيد لو حطينا فلابس 5، هيقول لك ال 149 في ار في روتيت 140 اللي هي في V1 اقل منها ب 2 نوتس، V1 هتبقى 140، نقوم طالعين على الاوتو بايلوت وحاطين زيرو، نرجع تاني للاف ام سي. احنا كده تقريبا خلصنا الجزء اللي فاضل، بقى حاجه واحده ان احنا لسه ما قلنالوش نهايه الجي بي اس، عاده بناخد القرايه الشمال، ترجع تاني تقول له احنا لاحظ ان اجهزه الملاحه اشتغلت كده احنا جاهزين. لو جينا تاني قلنا له روت واكتيفيت، نرجع تاني ناكتيفيت البرفورمانس اللي هو ده، لو ما عملتش اكتيفيت للبرفورمانس الاوتوبايلوت مش هيشتغل كده الدنيا. ممكن نعمل احنا نيجي لغاية آخر حتة اللي هي عشان نقدر نشوف تيجي عادي من ديلنا وتخش شمال وتتلف في الحتة دي هتلاقي العنوية قدامك، يبقى الفلايت بلان دي مظبوطة. اتمنى ان تكون الحلقه دي عجبتكم، لو في اي تعليق قولولي، لو عايزيني اركز على حاجه شرح قولولي برده، و وتكتبوا لنا وتعملوا لكم، وتصبحوا على خير.